متأكد 100% أنك إذا سولتي 90% ديال المغاربة علاش كديروا الكمامة، ما غاديش يقول لك كنلبسوها لأننا خايفين من كوفيد 19، ولكن غي يقول لك كنلبسوها لأننا خايفين من كوفيد 300 درهم. يعني حنا كنلبسوا الكمامة ماشي بحيث خايفين من الفيروس، ولكن حيث خايفين من الغرامة ديال 300 درهم. كمامة ولا ندامة، كمامة ولا غرامة. نفس الشيء بالنسبة حتى الحزام السلامة، الا سولتي 90% ديال السائقين علاش كدير حزام السلامه، غادي يقول لك كنديرو باش ما يشدونيش البوليس، ماشي كنديرو باش اذا وقعت شي اكسيدون يجي راسي في الزاج ديال الطوموبيل، ولكن كندير حزام السلامه فقط لانني خايف من البوليس. هنا الا كانت الاسباب اللي كتدفعك دير الحاجه او ما ديرهاش غلطه، فغالبا ما غاديش تكمل مزيان، فهمتي؟ لان السبب نورمالمون باش خصنا نديرو الكمامه هو الفيروس. وعلاش الناس مازال ما كيلتزموش بالكمامه؟ سبب بسيط، لانه مازال ما مقتنعينش بوجود الفيروس. للاسف المغربي امتى غادي يقتنع بالفيروس؟ ملي يشوف شي واحد من عائلته تقاس. وهادشي علاش كيسولك واش كتعرف شي واحد تقاس بكورونا، دونك ما حتى ما شاف شي واحد قريب ليه، شي صاحبو انتيم شافو بعينيه، شافو كيتعذب، شافو كيتنفس اصطناعيا، شافو ضايق راسو كيحرقو، ما عمرو غادي يقتنع بان راه كاينه شي حاجه كوفيد 19. وبالتالي السر فين كاين اخوتي؟ في الاقناع. دونك حنا ماشي المشكل هو كيفاش نديرو الكمامة، المشكل هو علاش خصنا نديرو الكمامة. ما حدنا ما عارفينش علاش خصنا نديروها، او كنحسبنا اننا كنديروها لاننا خايفين من الغرامة ديال 300 درهم، باش ما تقولوش 100 درهم راني زعما لاباس عليها 300 درهم. اوكي، دونك ما حد الاسباب اللي كتدفعنا نديرو الحاجة غلطة فراه ما غنمشيوش فيها. دونك الهدف ديالي من هذا الفيديو ماشي هو نقول لكم ديروا الكمامة او ما ديروهاش او تبقى في دارك، لا ماشي هذا هو موضوع الفيديو. موضوع الفيديو اخوتي هو اللغه الانجليزيه. كما حنا ما كنديروش الكمامه لاننا مازال ما مقتنعينش بها 100% وما مقتنعينش بتواجد كوفيد 19، فنفس الشيء بالنسبه لتعلم اللغه الانجليزيه. ما حدك ما مقتنعش بعلاش خاصني نتعلم لونجلي او علاش خاصني نتعلم الفرنسي، فراه ما عمرك غادي تتعلمها. وللاسف اذا كانت علاش اللي كتدفعك تتعلم الفرنسي هي انك تزيدها في السي في، او كتعلم لونجلي لانك غتزيدها في السي في، فراه هذا سبب فاشل. بحال السبب ديال كندير الكمامه لانني خايف لا نعطي 300 درهم، او كندير حزام السلامه لانني خايف من البوليس. لونجلي خصك تعلمها لانه كاين واحد الفيروس، فيروس كاين الاغلبيه مازال ما مقتنعش بالوجود ديالو. هذا الفيروس هو فيروس الجهل. دونك ملي كنتعلم لونجلي كنحل عيني على مواضيع جديده، كنحل عيني على اكتشافات جديده، كنحل عيني على مجالات جديده. الانترنت كله كيغلي بلونجلي، دونك كيف هو كيخرج دومين جديد في البيزنس في الاي كوميرس اتسيتيرا، كتلقاني انا الاول كناخذ لاكسي ليه. يعني اللغه سلاح، هذا واحد من بين اهم الاسباب اللي غيدفعك لتعلم اللغه الانجليزيه. دونك الا كنتي انتريسي بانك تتعلم لونجلي، ما عليك الا تنضم لينا للمجموعه على الفيسبوك اللي غتلقى الرابط ديالها في اسفل الفيديو في الكومنت في فيسبوك او في يوتيوب، و باش يوصلوك الاشعارات باش توصل بالفيديوهات. غادي ندير واحد السلسله فيها كيف تتعلم اسس، وسطر معايا على اسس الله يرحم الوالدين، اسس الانجليزيه في 10 ايام. 10 ايام غادي نديك معايا، غتشد فيها القواعد، الاسرار ديال التعلم ديال اللغه اور اني لانجويج ان ذا وورلد، غتشدهم معايا في هذا